تطلب الحاجات إلا من أهلها. يا حي يا مراسل خش بجذرهم سمم كل البيت عوفي منهم. خل نفسك عزكم لا لا تذلها، لا تطلب الحاجات إلا من أهلها. خش بجذرهم سمم كل البيت عوفي منهم. حذري 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 ما تجعلي امش طلعت يا سودة يلا تعالي. وانا راعي الكواف ترمي 46 يفتح الطريق. حذري 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 ما تجعلي امش طلعت يا عجية يلا تعالي. مطلوبة 200 مرة. ايه ها ها ايه ها ها
يجيبه على طرونا وحاطيبه يدهج ورد لجيبه ويعلينا برجلي هب الهوى ويطيبه على طرونا وحبيبه يشد ورد لجيبه ويعلينا برجلي
اسمعني اسمع سعدي نافع تابع هذا الاول اسمه هلا
شريكك ابو زيد. موالي يسعود